هاد الشانطي هذا خايضيقوه بهاد القضيه هاد اللي داروا هنايا، هاد المسائل اللي داروا هنايا ضيقوا. دابا مول البشكيطه منين غادي يدوز؟ مول الموتور منين غادي يدوز؟ هما قالوا ممنوع يدوز شي حد من هنايا، يدوز من خاص غير باصه ديال الطوبيسات، ماشي ما ولا يقعوا لك صيد هنايا بزاف وهذا على الاقل يديروا واحد الشانطي اخر هنايا من يدوز المطار والناس على رجليهم والبشكليطات، ماشي يديروا غير هذا. هادشي ما خدامش، انا باليا ما خدامش. انت كتشوف العرقله ديال السير كي دايره والقصايد كيوقعوا هنايا، هادشي ما انا باليا هادشي خايب ماشي هو هذاك. بالنسبه لهاد الغرامه هذه او موان خاص يكون واحد القانون دار قبل ويشعروا الناس وكلشي يكون في راسو، وإلا داروا بحال هكا خاص كيما خاص يكونوا الشوارع كبار، وهذوك اللي دودانات اللي داروا هذوك ما خصهمش يداروا بعدا جو بونس، حيت هذوك راه يقدوا يديروا الناس لي زاكسيدون والمشاكل هكا في الطريق. وجو بونس انا غير يديروا شي قانون ويعلموا الناس وتكون التوعيه وداك الشيء وهادشي اللي كاين ويكون خير ان شاء الله. انت دابا هما داروا واحد كيجي كيستاسيوني في هذا الطريق اللي قالوا ديال الطوبيسات والطاكسيات وهاد، كيجي واحد كاميو ديال الحليب ولا كاميو كوكا ولا هادي كيوقف تما كتقول له كذا، كيقول لك انا خصني نحط صنادق خصني ندير هادي، وكيتسبب في الحوادث. ذاك النهار انا غادي بالطوموبيل فرنج على واحد السيده على حسب البيتون، انا وقفت على جار اخر من الجهه ديال اليمين هو يعطيها. ايوا يعني ما كاين حتى شي معنى، يخليو الطريق كيف ما كانت شحال هادي في النظر ديالي انا. اخويا انا متفق مع النظام اساس النجاح، والحاجه الا كانت منظمه مزيانه وبنادم خصو يقتنع بها، لان هذاك الممر الخاص بالحافله حافله نقل عمومي، كاين بنادم مزروب ولادي، ولكن ما ننساوش حتى الطاكسي، حتى الطاكسي راه من حقه يدوز فيها لانه حتى هو قطاع عمومي، لان دايزه زرق تتشير ليها راه تتوقف. ويلا وقفت من جهه يلا لنفرض انا طاكسي شير لي اونيت بالفعل انا طاكسي، وهذا موضوع اخر ديال السائق بعد المكحات القدروني، وهذه مهمه الله يستر عليك. قدروني كل كلمه وليها تفسير، المهم ما علينا شيء. حنا في خلال هذا الشيء اللي قلتي وديال هذا الممر انا متفق اللي حصل يودي. الراي ديالي خلوها للسيارات الاجره والطوبيس. بالنسبه للطاكسي يعني الا كان عندنا الى شي كليان غادي يوقف ليه توقف ليه ولا شي حاجه، ما يمكنش لك توقف في الوسط ديال الطريق وتعرقل الطريق. انا بالنسبه لي خلوها للطاكسيات والطوبيس، والبارتيكولي هذيك الساعه راه تيعرف اش تيدير، بغا يدوز مع راه يديروا له مخالفه ولا، هذا هو اللي عندي انا. زعما انا ما متفقش عليها، ما ماشي معقوله يعني كاع هاد القومات اللي داروا ما صالحينش نهائيا، ما صالحينش. زعما انا في النظر ديالي في رايي انا ما صالحينش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.